السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواني في الله، إن شاء الله تكونوا لاباس. اليوم حبيت ندير لكم الموضوع على كيف هنقصوا الأظافر تاع الطيور نتاعنا. الوقت هذا معظم الطيور في مرحلة الراحة، ولازم نقصوا لهم الأظافر تاعهم لأن نحتاجوهم في وقت التزاوج، يكون الأظافر تاعهم شي طويلة باه يساعدنا في مرحلة التزاوج. يساعد الذكر في كبس الأنثى ما يضرهاش، يساعد الأنثى أنها ما تتفزتش البيض نتاعها تخبشو ولا تجرحو كما نقولو. المهم نبدأ نعتلكم كيف هديرو. هاني قربت لكم البورطابل الكاميرا تاعو. هذه بنتي اللي قاعدة تصور، راهي قاعدة تخل خلفية معليش. شوفوا الأظافر نتاعهم تاع الطير، فيه واحد الشعيرات هكا تاع الدم، هاهو العرق هذاك. حنايا نبعدو عليها بشوي ونقصو. تحكم الطير نتاعك بالعقيله برك ما تبصيهش، كيما نحكم انا بلطف، وتبعد شويه على هذاك العرق وتقص عادي. ولهنا نكون خلصت الفيديو ووصلت لحكمه اليوم اللي تقول: عندما تشعر انك على وجه الاستسلام فكر في اولئك الذين يتمنون رؤيتك فاشلا فلا تستسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.